المنتخب وبعد حضور متميز في طبعتي 2010 بجنوب إفريقيا و2014 بالبرازيل من المونديال، غاب عن الحدث الأكبر في العام والعالم مونديال روسيا الذي كان بعنوان المفاجآت بعد تتويج فرنسا وتألق كرواتيا ونجم العام قائدها مودريتش. رابح ماجير كان شخصية العام والأكثر جدلا منذ توليه قيادة المنتخب. المكتب الفيدرالي للفاف بقيادة زيتشي أقال اللاعب الأسطورة واستخلفه بجمال بالماضي الذي لقي تبنيا شعبيا ونجح في إعادة الخضر إلى الفوز وتأهل إلى كان 2019 الذي لم يعرف إلى غاية الآن أرض الضيافة. خرجات الاتحادية غير المحسوبة تواصلت هذه السنة بعد التعاقد مع ربح سعدان كمدير فني وطني وشارف بوعلام كمدير للمنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مراكز تكوين موزع جغرافيا على رقعة الوطن وسط نقد وصخب إعلامي كبير عكس تعيين الشيخ والمدرب الناجح بوعلام شارف الذي لقي قبولا جماهيريا. التقنيان لم يعمرا كثيرا بعد أن قرر سعدان الاستقالة لأسباب مبهمة وتطرح الكثير من التساؤلات، استقالة أعقبها تعاقد مع خبراء إسبان وتلتها انسحاب شارف ولكن بهدوء. بعد ترقب كبير محلي وعالمي، نجم كرة القدم الجزائرية رياض محرز وقع الصيف الماضي للمان سيتي في صفقة بلغت ما يقارب 80 مليون أورو لخمسة مواسم ليلتحق بترسانة نجوم غوارديولا. البطولة المحلية صدرت هذا العام هداف الاتحاد أسامة درفلو ومدافعه أيوب عبد اللاوي ومهاجم بارادو فريد الملالي إلى البطولة الأوروبية، كما أصبح يوسف عطال أحد أهم اكتشافات البطولة الفرنسية. قاريا وفي رابطة الأبطال الوفاق كان متميزا وتأهل في دور المجموعات على حساب المولودية خلف تيبي مازامبي، ولكن مغامرته توقفت في الدور نصف النهائي أمام الأهلي المصري. الاتحاد لا يزال يبحث عن اللقب المنشود بعد أن كان التتويج بكأس الكاب هدفا رئيسيا أقصي من الدور ربع النهائي، ليبقى التتويج القاري عصيا على أبناء سوستارا. قاريا دائما الإنجاز والنجاح صنعه ناديا شباب قسنطينة وشبيبة الثورة بتأهل تاريخي إلى دور المجموعات في رابطة الأبطال، بينما تواصل النصرية المغامرة في كأس الكاف قبل خطوة من ذات الدور. في هذا الموسم البطولة العربية عادت إلى المنافسة بمشاركة ثلاثة أندية جزائرية، الوفاق والاتحاد اللذين خرجا من الدور ثمن النهائي، بينما تواصل المولودية العاصمية المغامرة. محليا شباب قسنطينة كان الأحسن العام الماضي وتوج بطلا بامتياز الرابطة المحترفة الأولى لثاني مرة في تاريخه بعد تتويج موسم 97. اتحاد بالعباس توج اجتهاده وتألقه في الموسمين السابقين بالفوز بكأس الجزائر بعد نهائي جميل ضد شبيبة القبائل العائدة نسبيا إلى مستواها السابق، وأنهى الاتحاد العام بلقب ثان بعد أن توج بالكأس الممتازة على حساب شباب قسنطينة. العباسية تراجعوا كثيرا مع بداية الموسم الجديد ودخلوا نفقا مظلما بسبب الأزمات الإدارية والمالية. محليا دائما عبد الكريم مدوار خلف قرباج على رأس الرابطة الوطنية لكرة القدم بعد أن تم انتخابه متفوقا على باقي المترشحين. مدوار هو الآخر وكالعادة لقي الكثير من المشاكل على مستوى البرمجة وسط نقد واحتجاج معهودين. في هذه السنة التي ارتدت وشاح الحزن بعد أن غادرتنا أسماء كروية على غرار الأسطورة الأحسن الماس أحد أفضل لاعبي كرة القدم الجزائرية وكذلك الطاهر بن فرحات لاعب شباب تيارت وقائد المنتخب الوطني سابقا وأسماء أخرى كثيرة، رحم الله موتانا، كل عام وأنتم بخير، ونتمنى أن تكون السنة المقبلة مليئة بالأفراح والنجاحات وخالية من العنف والتصريحات غير المسؤولة وبمستوى أفضل وأرقى. شكرا لهشام على هذا الموضوع. هشام في الحقيقة ما خلى حتى شيء، ما ذكرش في هذه